تنفس الفرنسيون الصعداء، فلا إجراءات صارمة من قبيل الإغلاق التام وحظر التجول في فترة الأعياد، وحدها الألعاب النارية ألغيت ليلة رأس السنة وسط دعوات إلى اليقظة في مواجهة الموجة الخامسة من انتشار كورونا. علينا تجنب التجمعات والالتزام بوضع الكمامة وتهوية الأماكن المغلقة وإجراء فحص كورونا دوريا. علينا الالتزام بالتدابير الوقائية والتحلي بالمسؤولية. وضع العاملون في القطاع الصحي في حالة استنفار ومنعت عليهم الإجازات، ودعا وزير الصحة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات عبر الإسراع في أخذ الجرعة المعززة الثالثة أو حتى الرابعة على حد وصفه، وهو أمر لا يزال يثير جدلاً. كنا لطيفين وقبلنا أخذ الجرعة الثالثة، لكننا لسنا في إيران تجارب، أرفض الجرعة الرابعة. لا أمانع بأخذ الجرعة الرابعة، علينا التعايش مع الأمر لسنوات ربما. حددت الحكومة الفرنسية سقف التجمعات في الأماكن المغلقة ب2000 شخص، وشددت الرقابة على شهادة التطعيم، وجعلت العمل عن بعد إجبارياً لثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك كحل لمعضلة عزل حالات الاختلاط بمصابين بكورونا، فعدد المخالطين سيصبح كبيراً في غضون أسابيع قليلة نظراً للانتشار السريع لمتحوري أوميكرون. يشكل موسم أعياد الميلاد ورأس السنة محطة مهمة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي. في هذه الفترة تزداد معدلات الاستهلاك وعدد السياح القادمين إلى فرنسا بشكل كبير، ولذلك فإن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا لم تتضمن إغلاقاً تاماً أو جزئياً للبلاد. عز غريب، سكاي نيوز عربية، باريس.